رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. طبعا معروف انه اكل اي اكل زيادة عن اللزوم او بمعنى اصح زيادة عن حاجة الجسم بيتخن، وطبعا بيسبب زيادة الوزن والسمنة وطبعا مضاعفتها. حتى لو كان الاكل ده صحي طالما زاد عن الكميات المعقولة بيتحول لغير صحي. الاخطر من كده بقى هو الاكل بدون جوع حقيقي، او زي ما بيقولوا ايه، اكل التفاصه، يعني بتاكل اصلا وانت مش جعان. طيب ما هو انت لو جعان جوع حقيقي يعني جسمك محتاج لطاقه، فطبيعي تاكل بالكميات المعقوله وما تتخنش. لكن اكتشفنا ان الجوع ده ليه اسم علمي، والموضوع طلع ليه تفسيرات وعليه ابحاث كتير جدا. النهارده هنتكلم عن الجوع الكاذب او الجوع العاطفي وتاثيره على الوزن مع خبيره التغذيه العلاجيه دكتور نهال حافظ. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، منورانا. بنورك حبيبه قلبي. موضوع مهم قوي جداً. فكره الجوع انت عارفه انا بعمل ايه في نفسي؟ اقول لك كده، انا بما اني يعني معاكم بقى، انا بروح كده ايه اقول ايه، انا دلوقتي يجي لي شعور بسيط كده ان انا عايزه اكل دلوقتي اي حاجه، وبعدين اروح كده اقول ايه، طب انا لو ما اكلتهاش هحس بايه يعني؟ ما انا استنى شويه، اروح مستنيه شويه يروح الاحساس، فاقول لو انا كنت كلت كان زماني كلت زياده او كلت انا مش محتاجه الاكل ده، يبقى ده كان جوع مش حقيقي. ده حقيقي، لان انا لو جعانه حقيقي اكيد هدخل اتجه مش هتراجع. مش هتتراجع، صح كده ولا ده؟ ده يعني حقيقي. انا شعوري ده مظبوط؟ الجوع العاطفي ده جوع احنا ما بنبقاش محتاجين ناكل، وما بيبقاش فيه عجز في مستويات الطاقه. هو بيبقى مرتبط بالمشاعر، عارفه لما ايه، زعلان باكل، فرحان باكل، مخنوق باكل، بفتكر حاجه معينه باكل، عندي شويه فراغ عايز اكل حاجه بسرعه، عندي شويه فراغ، عندي مشكله معينه بفكر فيها زياده عن اللزوم، تاني هوب باكل، بفتح التلاجه. فده اسمه جوع عاطفي، ده مش جوع حقيقي. انا جعانه جوع حقيقي هتلاقيني مجرد ما انا جعانه هتلاقيني هاكل على طول، هروح بيبقى في عجز في مستويات الطاقه او حاسه بهمدان او تعبانه وهاكل اي حاجه قدامي. صح. انما الجوع العاطفي انا ما ببقاش عاوز اكل اي حاجه، او حاجات معينه كده، عاوز اكل كده ايه، نشويات بقى وسكريات وشوكولاتات وشيبسيات وايه. احلى حاجه ان حضرتك معانا فاقسه كل الامور، يعني هو ايه، انا داخله كل الحاجات. طبعا اكيد يا دكتور، برضو انتوا لما بتشوفوا بعض الناس لما بتجيلكوا وتاخد الكورس ده، اكيد الناس برضو امزجه مختلفه، صح؟ طبعا. ما تقولي لنا اغرب حاجه كده ممكن تكوني صادفتيها لشخصيه جايه بتخس، ايه حاجات مش احنا مش يعني متالف ان احنا بنعملها؟ بصي، هو اغرب شخصيه ان ممكن يبقى حد، يعني انا مستغربه ان في ناس ما عندهاش ثقافه السلطه والخضار عموما، يعني مش فكره دايت، يعني انا مش فكره ان انا دايت، يعني فكره واحده بتقولي انا ما باكلش لا سلطه ولا تقولي لي كلي خضار، انا دول ملغاهم من حياتي. ده بالنسبه لي بحسه ايه، يعني عادي ان انا اكون بحب النشويات، عادي ان انا اكون بحب السكريات، بس هل طبيعي ان انا طول حياتي ما اكلتش طبق سلطه ولا طبق خضار عادي؟ اللي هو يعني هل طبيعي ان انا عايشه 20 30 سنه عمري ما اكلت طبق سلطه؟ انا ده مستغرباه، مش فكره اكل صحي يا جماعه، فكره صح. ان طبق السلطه ده احنا متعودين مهمة عليه في حياتنا عموما، ممكن ما اكونش بحبه، ما يكونش احسن حاجه بالنسبه لي، ما يكونش الحاجه الرئيسيه لكن بتاعتي، باخد يعني بس منه باخد على مدار منه حياتي مثلا أكيد. ايه، بلقط منه ساعات. انا بيجي لي ناس بتقولي انا عمري ما حطيت السلطه دي في المنيو، سواء في الاكل بتاعي بره او جوه او في عزومه. فانا بستغرب، يعني هل الدرجات دي احنا وصلنا مرحله ان ما فيش، ان احنا عندنا حتى ثقافه ان انا احط طبق السلطه حتى في رغم الاكل؟ ان احنا بالنسبه لنا كمصر يعني عموما اي شعب في الدنيا، طبق السلطه مهم، والسلطه والحاجات دي في التنوع فيها، اي بقى دريسنج تحطيه، اي حاجه، بس يا يبقى شويه موجود. خضار متقطع وعليه عصير ده ليمون حقيقي. بس ده مش حقيقي. يعني هاكل اي حاجه، ده حقيقي. لكن متعودين على ان الخضار والرز والبروتين مهم ولازم السلطه، يعني هعمل طبخه وشويه رز وشويه سلطه وهاكل، فدي بالنسبه لي وجبه مشبعه. ففعلا لو ما لهمش كده والبدائل بقى ليهم ايه يا دكتور؟ بتكتبوا لهم حاجات بقى بتبقى انا حد زي كده في الحاله دي بديله الالياف، لازم تبقى في الكورس، سواء بقى هديله معاها كورس مكثف، كورس عادي، اي نوع كبسولات، لازم احط معاها الالياف، انه انا محتاجه ادخل جسمه الياف غذائيه، القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه عشان يحسس بالشبع، عشان اديله الفيتامينات والمعادن والاملاح اللي هو محتاجها. فبضطر ان انا اديله الالياف، وبضطر كمان اديله الالياف مرتين وثلاثه في اليوم عشان اعوضه عن القيم الغذائيه بتاعه السلطه او بتاعه الحاجات اللي هو ما بياكلهاش. دي حاجه حلوه، يعني بيبقى فيه تعويض برضو بشكل او باخر. بشكل او ما انا لازم بصي، الاقي له حل. لازم نلاقي حل كل حاجه. طيب احنا بقى عايزين نعرف، يعني احنا طبعا خلاص كده
اتكلمنا بين ان انا افرق بين الجوع الحقيقي والجوع الكاذب. عندي بقى هنا الاطفال اللي بتعاني من الجوع، الاطفال المساله دي بالنسبه لهم شويه يمكن تبقى صعبه، ده حقيقي، ان هم يفرقوا بين النوعين دول من الجوع. نعمل ايه معاهم بقى يا دكتور؟ يعني اعمل ايه؟ كورس الاناسيليوم هنا بيفيد الاطفال دول في ايه؟ تمام، كورس الاناسيليوم هنا بيفيد الاطفال دول بايه؟ اول حاجه بيفيد الاطفال لما باخدوا الباكت الاناسيليوم قبل الوجبه بنص ساعه او ساعه، فانا اوريدي بملى نص المعده. كويس. تمام؟ فانا النص الثاني لما اجي اكل عموما، سواء بقى عندي جوع عاطفي او جوع حقيقي، لما اجي اكل حقيقي نفسي باكل كميه قليله. فكره ده بالنسبه حتى للاطفال او حتى للكبار. ده اول حاجه، انا هاكل كميه قليله. كمان حاجة مهمة جدا ان كورس الاناسيليوم فيه مادة السكرالوز، وانا قلنا قبل كده السكرالوز من الحاجات اللي بتسكر الحاجة او بتخلي بتديني طعم مسكر. فانا دلوقتي وانا عندي جوع عاطفي فانا محتاجة حاجة مسكرة، فانا اديتهم الياف الاناسيليوم اللي هو العصير، عامل زي عصير الاناناس، اديته حاجة فيها الياف، فيها قيم غذائية عالية، فيها سكر عشان يعوضوا عن الطعم او النهم بتاع السكريات. فاديته الطعم الحلو بتاع الياف الاناسيليوم، وفي نفس الوقت اديته الباكت قبل نص ساعه او ساعه، على فكره وده بالنسبه للكبار او للصغار او للاطفال، واديته الباكت اللي هو ملا نص المعده، فانا لما اجي اكل مش هبقى عندي، لو عندي جوع حقيقي هفكر اول اكل ايه، ولو عندي جوع عاطفي انا برضو رضيت الاحساس بتاعي ان انا عاوز اخد حاجه مسكره بالياف الاناسيليوم، فانا رضيته من ناحيه الجوع العاطفي او الجوع الحقيقي. وكمان حاجة عاوزة بقى أقولها عن موضوع الجوع العاطفي والحقيقي. لو أنا دلوقتي عاوزة أعرف هو فعلا جوع عاطفي ولا جوع حقيقي أعمل إيه؟ أنا لو واكلة من 4 ساعات يبقى ده جوع حقيقي. لكن لو أنا واكلة مثلا لسه واكلة دلوقتي وحسيت بالجوع تاني، يبقى ده يا جماعة جوع عاطفي. عشان كده أشرب 3 كوبايات مية باردين وأفكر آخر وجبة أكلتها إمتى. لو من 4 ساعات يبقى معناها إن ده جوع حقيقي، لو مش من 4 ساعات يبقى ده جوع عاطفي. أوكي. يبقى لما انا احس ان عندي جوع عاطفي اخد باكت الاناسيليوم ارضي رغبتي، اخد الطعم الحلو بتاع عصير الاناناس، وفي نفس الوقت املى نص حجم المعده. يمكن بعديها لو انا جعانه بجد هاكل كميه صغيره من اكله البروتين والخضار، لو انا مش جعانه بجد يبقى انا اصلا خلاص خدت الباكت وشبعت. حلو قوي. طب دكتور هناخد تليفون ونستكمل تاني بقى جزئيه مهمه عن الاناسيليوم. اوكي. معانا تليفون، معانا مين؟ امل. اسماء. اسماء اهلا بيكي اسماء، اتفضلي يا حبيبه قلبي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. انا بشكر طبعا الدكتوره نهال حافظ، انا بشكرها جدا. قولي لنا بقى تجربتك مع الدكتور نهال بقى يا اسماء، عايزين نعرف. والله والله انا كنت من الاول طبعا كنت قلقانه من الموضوع ده وكده، وبعدين جذبت وقلت اجرب وكده يعني. فبصراحه كانت تجربه جميله جدا. انا كان وزني 90 كيلو. أيوة. وجربت مع الدكتور وبصراحه كانت بتتابعني اول باول، وكنت وزني الاول 90 كيلو. تمام. وبقيتي كام بعد فتره قد ايه؟ انا دلوقتي 70. ما شاء الله. يعني معايا يعني في حوالي 9 شهور تقريبا، يعني ما كملتش سنه. ما شاء الله ما شاء الله. انا ما كملتش سنه الحمد لله. عندك اي مشاكل صحيه؟ نعم. كان عندنا اي مشاكل صحيه اسماء؟ والله فعلا انا كان عندي طبعا التهاب رئوي وكنت تعبانه وكده، فكلمت الدكتور وعرفتها بكل حالتي، قالت لي ما تقلقيش خالص وكده، احنا مع بعض وهو مالوش اي اثار جانبيه وما فيش اي مشكله منه يعني. طمنتني بصراحه وبقت متابعاني اول باول. تمام. الحمد لله. وفي الاول بقى اخذت الاناتيليوم، ممتاز جدا طبعا، بيخليني اشبع بسرعه. في الاول طبعا ما شبعنيش، بقيت اقول لها تقول لي استني لسه ما عملتش مقول وكده، ففعلا بقيت اكل احس ما فيش نص رغيف ولا اي نفس شبع. معظم اليوم ما شبعانه الحمد لله. حاجه يعني كمان بقى، انت قبل كده استخدمتي منتجات تخسيس قبل كده ولا دي كانت اول مره؟ لا لا اول مره. انا كنت ماشيه رجيم مع نفسي كده يعني، اروح للدكتور كانت عزيمتي طبعا مش قويه، اكل ازهق اكتئب بتاع، بص الاقي نفسي رجعت تاني مؤذيه من الاول. فمع الاناتيليوم بصراحه انا يعني ما كنتش بكمل شهر شهرين وكنت بيأس وخلاص وبرجع. فمع الاناتيليوم بصراحه مستمريه، هو بقى لي كام شهر وانا دلوقتي الحمد لله انا بثبت دلوقتي الحمد لله. متابعه مع دكتوره مين؟ دكتوره ميرولا. دكتور ميرولا، اخبار المتابعه معاه ايه بقى؟ ممتازه ممتازه بصراحه، كلهم فوق الممتازين بصراحه. اسبوعيا كل اسبوع صباح الخير، ايه الاخبار النهارده؟ صباح الخير، ايه الاخبار الاسبوع ده؟ وزننا ولا لسه؟ كده على طول يعني. تمام. حاسه بقى بحرمان مع كورس الاناسيليوم؟ لا ما فيش حرمان، لا بصراحه انا عايزه اقول لك ان انا كنت بلخبط برضه يعني، بالرغم ان هي كانت مدياني نظام اكل وكده، لكن انا كنت بلخبط، لكن انا ما كنتش باكل لان انا شبعانه. طب حلو. اكل يا دوبك معلقه مكرونه معلقتين ولا اكل نفس الشبع.
كنت باكل حتتين بانيه مع مكرونه، بتاكل حته بانيه مع حبه مكرونه الاقي نفسي شبعت. طب انا عايزه اسالك سؤال بقى يا اسماء، قولي لنا الحاله بتاعتك الجسمانيه، هل حسيتي بتعب بخمول بان انت ارهقتي لان كميات الاكل قلت؟ لا لا، ولا اي خمول ولا اي تعب ولا اي حاجه، بالعكس ده انا وزني خف طبعا، ما بقاش فيه النهجان الكحه اللي كنت فيها باستمرار، لان معظم الدكاتره كانوا بيقولوا لي الوزن الوزن، وانا طبعا شكوى عامة مش على عارفه انزل صحتك. وزني، يعني باكل جعانه باكل، يعني مش عارفه باجي بالليل زهقانه، انت عارفه بقى بالليل زهقانه عايزه طبعا اكل. كلنا هذا الرجل يعني يا اسماء، مفيش مشكله. بالظبط كده حبيبتي. بالظبط طيب كده. انت هتكملي ان شاء الله على الاناسيليوم باذن الله؟ بتثبت لا هو انا دلوقتي. خلاص وقفت الحمد لله ماشي الاناسيليوم، بتثبت. انا اوكي. ماشيه دلوقتي على التثبيت. كويس جدا، تمام هايل تمام والله، هايل ما شاء الحمد الله، لله. نشكرك. ولحد امبارح هم باعتين يقولوا لي الاخبار ايه، عامله ايه، ماشيه مظبوط، عايز محتاجه حاجه، اقول لهم لا الف شكر بصراحه، الدكتوره نيرولا والدكتوره نهال، ربنا بشكرك يبارك يا لهم. حبيبة شكرا، قلبي، شكرا انا اللي ليكي بشكركم جدا ولمداخلتك يا جدا حبيبة قلبي. ان انتوا اديتوني الفرصه دي ان انا اشكر الدكتوره نهال، وان انا اشكر في المنتجات بتاعتهم ميرسي بصراحه يا حلوه. حبيبتي، ميرسي ميرسي، شكرا ليكي متشكره يا لحضرتك اسماء، جدا شرفتينا جدا. ونورتينا حبيبتي، شكرا ليكي. انا بقى هسالك سؤال يا دكتور دلوقتي، كل في منتجات اكيد كتير احنا عارفينها وبنسمع عنها، كل واحد بيختار فليفر معين، انتوا اخترتوا تحديدا الاناناس، وقلتي لي في نسبه سكر جوه الاناسيليوم بترضي احساس النهم او الجوع العاطفي اللي احنا بنشعر بيه، اللي هو بيغنيني يعني انا محتاجه سكريات دلوقتي، فبيديني شعور بالرضا وانا باخد النسبه دي. مفيش خطوره من نسبه السكر دي ولا سعرات ليها ولا وليه اخترته تحديدا يعني طعم الاناناس؟ حلو قوي السؤال ده. اه اول حاجه، نسبه السكر داخله، احنا قلنا السكرالوز يعني الجسم مش بيتعامل معاه، السكر اوكي اللي موجود في الاناسيليوم ماده السكرالوز، السكر الجسم مش بيعرف يتعامل معاه، يعني زي ما بتدخل زي ما بتخرج. كويس. فمعنى كده ان ملهاش اصلا سعرات حراريه، فانا بتديني الطعم المسكر اللي انا محتاجاه، بتضاعف لي اضعاف مضاعفه من الطعم الحلو، بس في الاخر انا جسمي لا بمتصها ولا هضمها ولا بيتعامل معاها، زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج. اوكي فدي حاجه كويسه ان انت انا خدت مشروب ورضاني ونهم السكريات وشبعني، وفي نفس الوقت ما اثرش على سعراتي الحراريه. كويس. دي رقم واحد. رقم اتنين، طعم الاناناس. الاناناس ليه فوائد كتير جدا، ماده البرمالين دي من المواد اللي ليها فوائد كتير جدا، ان هي بتبطئ عمليه الهضم والامتصاص، وده اللي احنا محتاجينه، عشان لما اجي اكل اكله فيها دسمه شويه او اعك حبتين ثلاثه زي ما احنا يعني زي ما الناس كلها بتعمل في الدايت، فانا لما اجي اعك الاقي حاجه بتبطئ عمليه الهضم والامتصاص. فده اللي احنا عملناه، عشان كده اخترنا البرمالين اللي هو انزيم اللي هو الانزيم بتاع البرمالين عشان يبطئ عمليه الهضم والامتصاص. كويس. حاجه بقى كمان حابه اقولها بمناسبه اسماء، اسماء يمكن احنا دايما بنسمع الحالات خسّت 2 و3 و4 و5 كيلو في الاسبوع. اسماء من الحالات اللي ممكن ما خسّتش او خدت وقت، اول حاجه هي وقت طويل عكت في قبل ما النص هي رقم تخس. واحد. اسماء من الحالات اللي وقفت شهر في النص. تاني حاجه من الحالات اللي كمان جالها كورونا في النص، فهي يا حبيبي كده وقفت شهرين ثلاثه من 9 شهور. اوكي. نيجي بقى لست شهور، اول حاجه اسماء جايه لنا وهي اصلا كانت بتمشي على انظمه غذائيه زي ما هي قالت، كنت ماشي على انظمه غذائيه جربت انظمه مع وجربت نفسها. كتير وبعد كده برجع تاني في الوزن. هي الانظمه اللي جربتها دي اول حاجه اثرت عندها على الكتله العضليه، قللت الكتله العضليه بتاعتها، فطبيعي اثر على الحرق بتاعها. احنا متفقين ان الكتله العضليه هي موتور الحرق، صح. فهي الكتله العضليه عندها فقدت كتله عضليه، فاذا اثرت على الحرق. ده رقم واحد. تمام. فعشان كده كان عندها مشاكل في الحرق او ابطا الحرق الحرق بتاعها عندها. بتاع ضعيف. تاني حاجه كان عندها التهاب رئوي رئوي. وعندها مشاكل في المناعه، فانا كنت محتاجه احل مشاكل كتير جدا قبل ما ادخل في الجزء بتاع الاناسيليوم اللي يوصل الاناسيليوم او للمرحله اللي احنا التخسيس عاوزينها. او نوصل للمرحله اللي عاوزينها. فانا كنت عندي اول شهر او شهرين بعالج المشاكل دي، والشهرين التانيين هي اللي خست فيهم، وبعد كده بدانا نثبت. طيب دكتور، الناس اللي هي كانت بتعاني من الجوع العاطفي دي، مشكله السمنه اتحلت من عندهم فعلا ولا اصبحت دلوقتي عندهم عامله ازاي؟ يعني اوصفيها لنا كده بعد ما اخدوا الاناسيليوم. بعد ما اخدوا الاناسيليوم طبعا المشكله اتحلت في كورس الاناسيليوم، لان كورس الاناسيليوم عمل حاجتين. اول حاجه قلل النهم بتاعهم للسكريات عن طريق المشروب اللي فيه ماده السكرالوز اللي مفيهوش سعرات حراريه، اللي اداني الطعم الحلو. كويس. تاني حاجه ان هو كورس الاناسيليوم قلل الكميات بتاعتهم. يعني ايه قلل الكميات؟ يعني انا بدل ما اكل طبق هاكل نص طبق. طب ما انا ممكن الكميه القليله انا اكلها
دي يبقى سعراتها عالية. حلوة قوي. بس احنا في اون تارجت فارما او انا مع الفريق الطبي كمان الحمد لله احنا كل يوم بننزل فيديو او اتنين على السوشيال ميديا عشان نوعي الناس، عشان ندي للناس طرق جديدة، عشان ندي للناس كمان دعم نفسي وحالة نفسية كويسة يقدروا يخسوا بيها. لان دايما بقول ان مريض السمنة قبل ما يكون نظام وكورس تخسيس هو حالة نفسية. صح. فاحنا بنشتغل على السوشيال ميديا كل يوم، بنفضي وقت كل يوم ان احنا نتناقش فيه مع الحالات، بنفضي وقت كل يوم ان احنا نعمل فيديو عشان نوعي الناس، حتى نديهم طرق جديده. وبنختار كمان الاكلات اللي هم بيحبوها، يعني بنختار مثلا حاجه زي المحشي، حاجه زي الحمام، حاجه من الحاجات الدسمه اللي هم بيحبوها، نلاقي لها حل. حتى المربى بالقشطه عشان المامز ما يزعلوش، عشان بيحبوا يدوهم لاطفالهم في المدارس. صحيح. فانا بنلاقي حل لكل حاجه عشان يبقى ده اسلوب حياتهم. فانا لما اديهم كورس الانسولين وهم عندهم نهى من السكريات انا حليت الموضوع، ولما اديهم كورس الانسولين وهم عندهم الجوع العاطفي فاوريدي هو شبعهم واداهم رضا احساسهم اللي هو محتاج حاجه مسكره. فانا بقى بعد ما اشبع نص معدتي وخدت سكريات فانا اوريدي ما بقاش عندي الجوع العاطفي اللي هيخليني عاوز اروح اكل. ما هو الجوع العاطفي بيخليني عاوز اروح اكل السكريات. صح. انا اديتك مشروب فيه سكر فانا رضيت الحته بتاعت الجوع العاطفي، فترة طويله احساسي مش قادر اخد حاجه مسكره وكمان شبعني. فانا حتى لو جعانه جوع حقيقي فانا هاكل كميات قليله، وحتى لو عندي جوع عاطفي فانا رضيت حته السكريات، فبعد كده هفكر بقى اكل ايه وانا متمزكه وانا ما عنديش حته ان انا دلوقتي ملهوفه على الاكل. انا اوريدي شبعت. زي ما احنا نكون جعانين قوي وتاكلي عماله تاكلي فانت بتاكلي اول 10 دقائق بتبقي مش قادره من نهم الجوع، وبعد كده الموضوع بيبقى مريح. احنا بقى الحته بتاعت ال 10 دقائق دي احنا عملناها يا جماعه في كورس الاناسيلي. هايل جدا. طب قول لنا بقى دكتور، عشان في حته معلش بما انك ذكرتي الولاد والمربى والقشطه والمامز ما تزعلش، الاسلوب مع زبده الفول السوداني ناكلها امتى ونحط عليها ايه؟ تمام. زبده الفول السوداني من الحاجات اللي مفيده قوي للاطفال، دهون صحيه والحاجات اللي احنا بنشجع عليها، وخصوصا بنشجع ان احنا ناخد زبده الفول السوداني لما تكون مثلا انا عاوزه اكل فاكهه زي الموز زي العنب زي البلح، الحاجات اللي هي القيمه الغذائيه وفيها فايده كويسه بس سعراتها عاليه. فمحتاجه حاجه زي زبده الفول السوداني تبقى دهون صحيه معاها، تكسر شويه تعمل ميكس ميل بحيث ان هي تقلل مؤشر السكري بتاع الاكله دي وتعلي سكر الدم تدريجيا. لان احنا متفقين لو علينا سكر الدم تدريجيا ايه اللي هيحصل؟ مش هحس بالجوع بسرعه، وفي نفس الوقت مش هستفيد السكر والانسولين، ومش هدي الفرصه تخزين الدهون. فانا بس في حاجه بقى في زبده الفول السوداني سعراتها عاليه جدا، فلازم اقنن منها الكميات، ما ينفعش اخد الكميه اللي انا عاوزاها. هي معلقه على توستايه بس، معلقه. ولازم اعرف كمان اقنن الكميات، يعني اللي بيروح الرياضي اللي بيروح الجيم او الطفل اللي بيروح المدرسه وبيبقى عنده فرط حركه او حركه كتير او هايبر، غير مثلا ست بيت قاعده في البيت فده هياخد كميه غير ده. فاحنا اللي بنقنن لهم الكميات. وحاجه كمان بزبده الفول السوداني عاوز اقولها، ان ال 100 جرام زبده فول سوداني فيها 25 جرام بروتين، والبروتينات من الحاجات اللي احنا محتاجينها، بتحسسنا بالشبع، وكمان البروتينات من الحاجات اللي بتبقى محتاجه طاقه كتيره جدا عشان تتهضم، فبتستهلك طاقه كتير. فزبده الفول السوداني فيها 25% بروتين، فبتحتاج طاقه كتيره عشان تتهضم، عشان فيها بروتين عاوز يتهضم. فدي برضو من فوائد زبده الفول السوداني، ويا ريت نعملها كمان في البيت. انا بعملها من الفول السوداني، وان شاء الله يعني ملتزمين بالحاجات اللي هي ما تبقاش فيها مواد حافظه وحاجات كده. انت ما شاء الله عليكي يا شيف بتعملي وصفات، يمكن انت من اكتر الشيفات اللي انا شفتها في الوطن العربي اللي هو بيعمل وصفات قريبه للصحي. حبيبتي. يعني دايما احنا الاكل عندنا، يعني انا من الشيفات بحب اتفرج عليها عشان هقدر اعمل الاكله دي منك، لان انت مش هتبقى سعراتها عاليه. ايوه تسلمي لي يا دكتور، ولا شد اعتز بيها. واسمحي لنا بقى نذكر يعني ايه التواصل يبقى ازاي، ومن خلال بقى الصفحات ومن تمام. خلال ارقام التليفون، وحضرتك قول لنا بقى كده الاصدقاء. تمام. التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارم على الفيسبوك، من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك، من خلال صفحه انستجرام اون تارجت فارما، من خلال كمان انستجرام نهال حافظ، من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او من خلال الواتسابات بتاعه الارقام اللي بتظهر على الشاشه. يعني وعاوز اوضح كمان من خلال الواتساب، وعاوز اوضح نقطه، ان احنا يا جماعه تخسيس اونلاين، يعني بنوصل لكل بيت في مصر، يعني الاوردر بيوصلك لحد البيت من اول اسكندريه لحد الصعيد.
اي محافظه في مصر احنا بنوصلها فور فري، ويبقى معانا متابعه طبعا مع فريق طبي مع الكورس، بيوصلك لحد البيت، يعني لا هتنزلي ولا هتطلعي ولا هتضيعي وقت. واتساب سهل بالنسبه لناس كتير طبعا، بالنسبه كمان للمامز والامهات اللي هم مش قادرين ما عندهمش وقت، لا انت عندك وقت بقى ترغي على الواتساب مع الفريق الطبي عشان نخس. صح والله يا دكتور، انا بشكرك بجد، فكره رائعه، وبشكر شركه اون تارجت فارما، ويعني مبسوطه وسعيده بوجودكم معايا حقيقي. واسمحوا لي طبعا اشكر دكتور نيهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، شرفتني نورتني، شرفتيني نورتيني. بنورك. وان شاء الله الى لقاءات اخرى ونجاوب على اسئله اصدقائنا ولموضوعات مهمه حيك بتفتح لنا كده السكك في جزئيات مهمه يمكن احنا ما ناخدش بالنا منها، بس في ناس كتير قوي هتستفيد منها. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر طبعا كل متابعينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسعاده وسلامه، والسلام عليكم.